ويا مساء الفل افري بادي، معاكم عمر عبد الرحيم. بصوا، فيديو النهارده مش هاخد مننا وقت خالص، ولكن خلينا اتكلم في الاول عن حاجه اسمها بازل انجلش. بازل انجلش انا كنت اتكلمت عنه قبل كده اكتر من مره، ولكن الجديد عندنا النهارده ان هو عامل ابلكيشن عشان يساعد الناس ان هو يوصل بسرعه، يبقى عندهم سهوله في الاستخدام اكتر. يعني لان ما كنا بنتكلم عنه في الاول كنا بنتكلم عن ويب سايت، النهارده هنتكلم عن الابلكيشن. فبدل ما اشرح لكم هو الابلكيشن فيه ايه، تعال نخش جوه الموبايل بتاعي ونشوف ايه اللي موجود. الابلكيشن البازل انجلش بسيط جدا في الاستخدام. يعني لو حاولنا ان احنا نفتحه، الساين اب او الريجستريشن او التسجيل على الابلكيشن بسيط جدا جدا جدا، ممكن بالايميل او بالجوجل بلس او بفيسبوك. هسه خلينا نخش بفيسبوك اسهل. الاوبشنز هنا جميله جدا، عندنا الغاز فيديو، مدرب نحوي، الغاز صوتيه، مقوله اليوم، مبرزه العقول، دي جيم جميله جدا، وكلها انتراكتيف اوبشنز وحاجات جميله جدا تعلمك بشكل بسيط وبشكل حلو، يعني مش تقليدي خالص. يعني خلينا مثلا نبص على الغاز الفيديو، نحاول نتعلم من اغنيه جميله زي ستينج مثلا، شيب اوف ماي هارت. هنا تقدر تشغل الاغنيه نفسها، ولو دوسنا على قائمه الكلمات هيجيب لك كل الكلمات او المفردات اللي ذكرت في الاغنيه والمعنى بتاعها. لو انت عايز تسمع النوت مثلا اغنيه منهم، الكلمه answer chance club وهكذا، وكل المعاني وكل البرونسيشن او النطق موجود. لو انت مثلا لما تنزل الابلكيشن وعجبك الموضوع وعايز ان انت تكمل وتشوف تشتري مثلا حاجه معينه منه، هتخش على الاكونت بتاعك، هتشوف انت حابب ان انت تشتري ايه مثلا. لو عايز تشتري وهيظهر لك الاوبشنز، تقدر انت تكمل عادي جدا في عمليه الشراء بتاعك. فانت عندك الاوبشنز هي كلها موجوده، فحاول تنزل الابلكيشن وتسيب لي كومنت على الفيديو تقول لي ايه رايك فيه، وهتلاقي لينك الابلكيشن موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. ده كان الجزء الخاص ببازل انجلش اللي كنت حابب اوصله النهارده. فكره الفيديو النهارده ان انا عايز اجمع منكم اسئله عشان خاطر اعمل عنها فيديو تاني ونتكلم عن اجابات الاسئله دي بشكل مفصل. انا طالب منك لو انت بتتفرج على الفيديو ده تكتب سؤالك، ولكن السؤال ده يا ريت ما يبقاش حاجه بتطلب نطق معين، لان ده سهل قوي، ممكن تجيبه من ديكشنري، وهحط لك مع الفيديو ده لينك للديكشنري تقدر تسمع منه اي كلمه انت عايزها. يا ريت تركز اسئلتك انها تبقى عن طريقه او ازاي اعمل كذا، يعني حاجه صعبه، فاهمني؟ اسالني على الواي مش الشيء نفسه. يعني انا بحب الاسئله اللي من النوع ده، لانها بتفيد ناس كتير قوي، مش هيبقى الافاده ليك انت لوحدك. فطبعا هتكون الاسئله اللي جايه كتير ان شاء الله منكم، ولكن هنختار اني فيهم، هنختار اكتر 10 اسئله واخدين لايكس. ده معناه ان اكتر اسئله واخده لايكس دي الناس اللي موافقه عليها وعايزه انها تشوفها في الفيديو. فقبل ما تكتب السؤال بتاعك بص على الكومنتس الاول، شوف لو في اسئله واخده لايكس كتير دي هنتكلم عنها، لو في سؤال منهم حاسس ان هو ممكن يفيدك انت يا ريت تديله انت لايك. فاستنى ان شاء الله اشوف الكومنتس والاسئله بتاعتكم، واستنوا ان شاء الله فيديو بعديه بايام قليله هيجاوب ان شاء الله على الاسئله بتاعتكم كلها، او الاسئله اللي هنختارها يعني باذن الله. ثانك يو فيري ماتش فور واتشينج، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.